كل التحية لجميع متابعي صدى اف ام، واهلا وسهلا بكم مع المباراة الافتتاحية للجولة 19 من الدوري السوري لهذا الموسم. الشرطة يستضيف النواعير، وكلاهما جريحان وكلاهما يسعيان للخروج من دوامة الهبوط التي ستعصف بأربعة فرق هذا الموسم. طبعا النواعير على يسار الشاشة باللون الأزرق، والشرطة على يمين الشاشة باللون الأحمر، واللقاء يقوده تحكيميا السيد وسام ربيع، ويساعده علي ضوى وعبد الصمد فرح، والحكم الرابع أحمد خليفة. بالنسبة لتشكيلة الفريقين متابعينا، تشكيلة فريق النواعير: مرهف قصاب، مصطفى سفراني، طريف الزبدي، عامر تركاوي، حسن جزار، فهد الدالي، أنس شوى، سعد الله قطرميز، وعبد الله تتان، خالد حاج يوسف، وعلي غصن. ويقود فريق النواعير الكابتن ياسر البني. بالنسبة لتشكيلة فريق الشرطة: علي مريم في حراسة المرمى، عامر دندشي، محمد هزاع، محمد خلف، إبراهيم الطويل، مالك علي، وخليل إبراهيم، ومجد الغايب، حاتم النابلسي، مؤمن ناجي، ومحمد لولو. ويقود فريق الشرطة الكابتن باسم ملاح. طبعا هذه المباراة الثانية للكابتن باسم ملاح في قيادة فريق الشرطة. المباراة الماضية كانت أمام الجيش، خسر برباعية نظيفة فريق الشرطة، والنواعير كذلك قادم من خسارة كانت أمام فريق الفتوة الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. انطلقت المباراة دقيقة ونصف تقريبا مرت على بداية أحداث هذه المباراة. هنا التمريرة كانت من لاعب فريق الشرطة، اصطدمت بعلي غصن مهاجم فريق النواعير، وعند علي مريم حارس مرمى فريق الشرطة الأساسي لهذا الموسم. هنا محمد هزاع مدافع فريق الشرطة يتقدم بالكرة قلبي دفاع فريق الشرطة. طبعا محمد هزاع وعامر دندشي، حسن جزار على الكرة من جهة فريق النواعير، وحاتم النابلسي من جهة فريق الشرطة. هنا حسن جزار على الكرة، لا يزال محاولة للخروج بالكرة. هنا سعد الله قطرميز باتجاه السفراني، ولكن مقطوعة شرطاوية. الكرة عند محمد خلف باتجاه خليل إبراهيم صاحب الرقم 5 في فريق الشرطة. خليل الباص باتجاه مؤمن ناجي كابتن فريق الشرطة، مؤمن اللولو القادم من فريق الجيش. طبعا هو مؤمن ناجي كذلك قادم من فريق الجيش لفريق الشرطة. مالك علي محور الوسط في فريق الشرطة، مالك علي الأساسي دائما لهذا الموسم. إبراهيم الطويل على الكرة، إبراهيم لا يزال، وعرقلة كانت، وفاول لمصلحة فريق الشرطة. الركلة الحرة لمصلحة فريق الشرطة حسب قرار الحكم وسام ربيع حكم هذه المباراة. الهزاع باتجاه مالك علي في منتصف الملعب، مرسلة طولية باتجاه حاتم النابلسي، والإبعاد بالرأس من خط دفاع فريق النواعير. هنا فهد الدالي باتجاه سعد الله قطرميز في منتصف الملعب، مرسلة طولية ممتازة لعلي غصن، ولكن كان في موقف التسلل، كان في موقف التسلل مهاجم فريق النواعير علي غصن في اللقطة الماضية، وفاول لمصلحة فريق الشرطة. الهزاع على التنفيذ، باتجاه عامر دندشي. طبعا يغيب عن تشكيلة فريق النواعير اليوم عبد الهادي دالي لتراكم الانذارات، ومحمد عقاد للإصابة. غيابات فريق النواعير. فريق الشرطة مكتمل الصفوف. مرسلة طولية باتجاه أنس شوى، يتقدم أنس شوى مع في التغطية الدفاعية. إبراهيم الطويل استخلص الكرة بشكل ممتاز من أمام أنس إبراهيم الطويل. هنا خليل إبراهيم يتقدم بالكرة، لعب خط الوسط في فريق الشرطة. مؤمن ناجي في منتصف الملعب، لا تزال الكرة. خالد حاج يوسف كان ضغط من جهة فريق النواعير. مجد الغايب على الكرة في وسط الملعب. مجد لاعب شافي فريق الشرطة، ابن فريق الشرطة. طبعا مجد الغايب يتقدم بشكل ممتاز، راوغ اول لاعب، اختار التمرير لمحمد لولو، عادها اللولو، سوء تصرف كان من اللولو في اللقطة الماضية بالكرة. الهزاع بالراس كذلك. هنا حاتم النابلسي على الكرة، حاتم غير جهة اللعب باتجاه محمد خلف. الكنترول من محمد على مشارف المنطقة، كان العرضية مرسلة لداخل منطقة الجزاء، وفاول لمصلحة فريق النواعير. نواعير صاحب المركز 13 في الدوري حتى الآن.
كل التحية لكم متابعينا مع بداية الشوط الثاني من مباراة الشرطة والنواعير هنا في ملعب الفيحاء بالعاصمة دمشق. طبعا الشوط الأول انتهى على نتيجة تقدم فريق النواعير على فريق الشرطة بهدف مقابل لا شيء. هنا نشاهد إحصائيات المباراة حتى الشوط الأول، تسديدتين للنواعير، تسديدة للشرطة، الاستحواذ كان 60% أزرق 40% أحمر للشرطة. هذه إحصائيات الشوط الأول كانت متابعينا. طبعا الهدف فريق النواعير كان عن طريق اللاعب علي غصن رأس الحربة في فريق النواعير. علي غصن كانت تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك علي مريم. الآن يبدأ الشوط الثاني، هنا الأبعاد من مرهف قصاب، الكرة نواعيرية، عبد الله تتام بالرأس باتجاه سعد الله قطرميز، كان أدى أداء جيد سعد الله قطرميز في الشوط الأول. ممتاز الباص لعلي غصن، علي غصن وفي موقف التسلل، علي غصن في اللقطة الماضية في موقف التسلل لعبها علي مريمية سريعا في وسط الملعب. هنا سعد الله قطرميز مرسلة لعبد الله تتان على الكرة، عبد الله تتان يتقدم على الطرف على مشارف منطقة الجزاء، تغطية كانت موجودة من محمد خلف، سعد الله قطرميز داخل منطقة الجزاء يتعثر وخاطئة كانت باتجاه علي مريم. أرضية الملعب تؤثر على اللاعبين صراحة جدا، تؤثر على أداء اللاعبين. مرسلة طولية من علي مريم هنا خاطئة كانت من عامر تركاوي لابعاد اللولو، اللولو فرصة جول، فرصة جول، فرصة جول، ومرهف قصاب يتعملق للمرة الثانية امام محمد دولو. كانت المرة الاولى في الشوط الاول والان المرة الثانية يصد تسديدة محمد لولو مع بداية الشوط الثاني. ممتاز جدا في هذه المباراة مرهف قصاب. كان في الشوط الأول هناك فرصة خطيرة طبعا للشرطة كذلك، تصدى لها مرهف قصابة، الفرصة الثانية اللي يبعدها مرهف من أمام نفس اللاعب محمد لولو مهاجم فريق الشرطة. مرهف على لعب ضربة المرمى أرسلها طولية، أنس شوى بالرأس، هنا إبراهيم الطويل في وسط الملعب، ابراهيم مرسله لمؤمن ناجي في خط المنتصف، ارسلها طوليه لحاتم النابلسي سريع حاتم، والتغطيه الدفاعيه موجوده من حسن جزار على الكره. حسن ابعاد الكره كان خاطئ، هنا مالك علي صاحب الرقم 8 في خط وسط فريق الشرطه، خليل ابراهيم، خليل على الكره والباص ممتاز محمد لولو، اللولو لحاتم النابلسي، حاتم على الكرة لا يزال يخسر الكرة حاتم ويرتكب فاول كذلك على عبد الله تتال لاعب فريق النواعير، فاول إذا لمصلحة فريق النواعير. مصطفى سفراني على التنفيذ. مرسلة الكرة طولية من مصطفى لسعد الله قطرميز الابعاد بالراس من عامر دندشي، هنا مؤمن ناجي يخسر الكرة، مؤمن تخرج لرمية تماس لمصلحة فريق النواعير. عامر تركاوي على التنفيذ. تركاوي مرسلة لعبد الله تتان كانت، والتغطية الدفاعية موجودة من الخلف ظهير فريق الشرطة. تركها لتخرج لضربة مرمى عند علي مريم. مريم باتجاه عامر دندشي على الكرة، الدندشي يضغط عليه علي غصن، دندشي مرسلة طولية، هنا حاتم النابلسي بالكعب، كانت جميلة الفكرة ولكن مرت من كل اللاعبين، وباتجاه مرهف قصاب. مرهف مرسلة طولية، هنا أنس شوى الأبعاد من إبراهيم الطويل، خليل إبراهيم، خالد حاج يوسف في منتصف الملعب، فاول لمصلحة فريق الشرطة. خليل إبراهيم على الكرة، خليل مؤمن ناجي غير جهة اللعب بشكل ممتاز لمجد الغايب، والكنترول على الطرف مجد، يتركها لإبراهيم الطويل،
هي للعرضية، غير الاتجاه كذلك إبراهيم، هنا يتحصل على الكرة عبد الله تتان، يتقدم سريعا عبد الله تتان مع محمد خلف، يستخلص الكرة محمد خلف يخسرها، سوء تفاهم كان بين الخلف ومالك علي في اللقطة الماضية. الآن الكرة نواعيرية، سعد الله قطرميز، نواعيرية الكرة لا تزال عبد الله تتان، وضعيفة التسديدة كانت من التتان في اللقطة الماضية، كانت فرصة هدف كذلك محقق لمصلحة فريق النواعير ولكن ضاعت التسديدة، كانت ضعيفة من التتان. عامر تركاوي طبعا يمتلك هدف على فريق جبلة، كان جميل جدا تسديدة من مكان بعيد جدا، كانت تقريبا من منتصف الملعب يوم سجله التركاوي. الكرة الآن شرطاوية، مجد الغايب مرسلة ولكن أنس شوى كذلك في المكان الصحيح. طريف الزبدي محول الكرة لسعد الله قطرمي، سعد الله معه علي غصن، علي غصن، علي غصن، يا سلام التسديدة ممتازة من علي، حاول أن يكرر نفس ما فعله في الشوط الأول ويسجل هدف، ولكن هذه المرة التسديدة بعيدة عن مرمى علي مريم. علي مرسلة طولية، خليل إبراهيم الارتقاء بالرأس، محمد لولو كذلك رأسية، حاتم نابلسي والكنترول، حاتم نابلسي داخل المنطقة موه بشكل ممتاز، حاتم لا يزال، يا سلام يا سلام يا حاتم النابلسي، والتسديدة بعيدة، التسديدة بعيدة عن مرمى مرهف قصاب، كانت تسديدة حاتم نابلسي، كنترول كان جميل، موه بشكل ممتاز ولكن التسديدة كانت قوية جدا، قوية جدا تسديدة حاتم، مرت فوق مرمى مرهف قصاب. حتى الآن أضاع فرصتين فريق الشرطة مع بداية الشوط الثاني، نتحدث أضاع فرصتين، وفي الشوط الأول كذلك أضاع فرصة هدف محقق، وهو متأخر بالنتيجة طبعا منذ الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول. مؤمن ناجي باتجاه مالك علي، أنس شوى، تخرج الكرة الآن رمي التماس لمصلحة فريق الشرطة، مجد الغايب على الكرة، مجد معه خليل إبراهيم، اختار التمرير لخليل، خليل والباص باتجاه مؤمن ناجي بالكعب، ممتازة من مؤمن، هنا مجد الغايب وكذلك طالت على مجد، تخرج لضربة مرمى لمصلحة فريق النواعير. الآن معن الحسن يستعد للدخول من جهة فريق الشرطة، متابعينا صاحب الرقم 19 طبعا معن لاعب مهاجم، رصيده هدفين هذا الموسم مع فريق الشرطة معا، وكذلك شادي إبراهيم من جهة فريق النواعير يسعد للدخول. إذا تبديلين، تبديل للشرطة وتبديل للنواعير، خروج مجد الغايب من جهة فريق الشرطة ودخول معن الحسن. إذا مجد الغايب يخرج يدخل معن الحسن، يبدو كذلك عبد الله تتان اذا خرج من جهة فريق النواعير، ودخول شادي ابراهيم، عبد الله تتان خرج، هذا تبديل فريق النواعير، وتبديل فريق الشرطة كما ذكرنا، خرج مجد الغايب دخل معنا الحسن، لاعب سريع معا ومهاري كذلك، يمتلك قدم جيدة للتسديد. مرسل الكرة، رمي تماس نواعيرية، الابعاد من ابراهيم الطويل كان، هنا مؤمن ناجي، مؤمن معه لاعبين، اختار التمرير لحاتم النابلسي، حاتم على الطرف، لا يزال على الكره لاعب العرضيه حاتم ولكن بعيده جدا مؤمن ناجي الان، وانس شوى، مؤمن ناجي وانس شوى، يتحصل على الكره مؤمن ناجي، يتحصل على رميه تماس كانت بالكعب جميله من مؤمن، معه معنى الحسن، معه خليل ابراهيم، اختار اللاعب رمية التماس لمحمد خلف، الان مؤمن ناجي على مشارف المنطقة، لعب التمريرة الطولية، محمد لولو بالراس والابعاد من لاعبي فريق النواعير. الشرطة اخطر مع بداية الشوط الثاني، مالك علي ممتازة للولو، اللولو لاعب العرضية ولكن بعيدة وترتطم بالعارضة، كانت خطيرة جدا ولكن تخرج لضربة مرمى لمصلحة فريق النواعير. أرضية محمد لولو. 54 دقيقة لعبت متابعينا من عمر هذه المباراة، 1-0 النتيجة لا تزال لمصلحة النواعير. كان الشوط الأول النواعير أفضل نوعا ما، الآن الشوط الثاني الشرطة أفضل، فرصه أخطر فريق الشرطة حتى الآن.
وكذلك كان هناك فرصة لمصعد فريق النواعير. هنا سعد الله قطرمي صاحب الرقم 90، سعد الله يتقدم مر من أول لاعب، يحاول المرور من الثاني، ممتاز، لا يزال على الكرة. هناك على الطرف سعد الله قطرميز يمر يلعب العرضية والإبعاد من لاعبي فريق الشرطة. رمية التماس الآن متابعينا لمصلحة فريق النواعير، ملعوبة نواعيرية على مشارف منطقة الجزاء، مرسل الكرة لأنس شوة وعلي غصن، والإبعاد كان من محمد خلف، كانت محاولة تسديد على الطائر ولكن خاطئة. مؤمن ناجي يتقدم بالكرة، مؤمن لا يزال باتجاه مالك علي، على الكرة مالك، إذن فاول لمصلحة فريق النواعير، يبدو أن الكرة ارتطمت بيد مالك علي. قرر الحكم فاول نواعيري. مصطفى السفراني على التنفيذ. على تنفيذ الركلة الحرة مصطفى صاحب الرقم 4 في فريق النواعير تحت قيادة الكابتن ياسر البني. طبعا تعاقب على تدريب النواعير عدة مدربين كخالد حوايني ومحمد خلف كذلك. كابتن ياسر السفراني والاستعداد للتنفيذ، سدد مصطفى ولكن بعيدة عن مرمى علي مريمة، تخرج ضربة مرمى شرطاوية. علي خليل ابراهيم وفهد الدالي، خليل بالراس هنا معنا الحسن، معنا يحاول المرور من اكثر من لاعب. خليل ابراهيم لا يزال على الكره في منتصف الملعب، خليل لا يزال، التمريره لمحمد خلف، خلف على الكره، الباص لمالك علي في دارة المنتصف، أرسلها طولية ممتازة لمحمد لولو داخل المنطقة. الآن على مشارف المنطقة أصبح الكرة عند مؤمن ناجي، مؤمن ممتازة كذلك للولو يتحصل عليها، معنا الحسن على مشارف المنطقة معا لمحمد خلف، يخسر الكرة محمد خلف، تخرج لرمي التماس لمصلحة فريق النواعير. رمية التماس النواعيرية ملعوبة، عامر تركاوي كان لاعب الكرة، الآن علي غصن على الكرة، علي في المنتصف حول الكرة ولكن إبراهيم الطويل كان في المكان الصحيح، تحصل عليها لاعب فريق الشرطة مالك علي، محاولة طولية لمحمد لولو، لولو بالرأس تحصل على الكرة، لولو داخل منطقة الجزاء ملعوبة الكرة ولكن بين يدي مرهف قصاب، كان تقدم على الكرة لولو، كان تمريرة طولية من مالك علي باتجاه اللولو، مرهف قصاب مرسلة طولية، أنس شوى أخطأ الكرة في اللقطة الماضية، أنس يحاول تصحيح الخطأ، ممتاز أنس شوى في اللقطة الماضية، علي غصن والباص ولكن مقطوعة من عامر دندشي، مؤمن ناجي، مالك علي مرسلة لمعنى الحسن والكنترول من معا ومصطفى سفراني يخسر الرهان أمام معنى الحسن، معا مرسلة عرضية خليل إبراهيم، يا الله يا خليل، رأسية كانت خطيرة جدا للشرطة، العرضية ولا أروع كانت من معنى الحسن لخليل إبراهيم، مرت بجانب مرمى مرهف قصاب والنتيجة لا تزال 1-0 للأزرق النواعيري هنا على فريق الشرطة. نشاهد الإعادة متابعينا، معنا الحسن كان على الطرف، مر من مصطفى سفراني ممتاز، معا كان في اللقطة الماضية لعب العرضية، خليل إبراهيم لوحده تقريبا كان هرب من الرقابة نوعا ما، خليل إبراهيم لعبها بالرأس ولكن مرت بجانب مرمى مرهف قصاب، مصطفى سفراني الكرة الآن شرطاوية، محمد لولو بالرأس ملعوبة الكرة هنا، إبراهيم الطويل
شرطاوية الكرة الآن تخرج لرمية التماس لمصلحة فريق النواعير، وحذيفة خلوف من جهة فريق النواعير يستعد للدخول. لاعب الشافي فريق النواعير حذيفة، رمية التماس النواعيرية ملعوبة. شرطاوية الكرة الآن، محمد لولو مر من أكثر من لاعب، بالرأس كانت من النابلسي لمعن الحسن ولكن يخسرها معن. الإبعاد من مرهف قصاب. إبراهيم الطويل بالرأس، هنا خليل إبراهيم كذلك رأسية، ضاع رأسية قبل دقائق قليلة. خليل إبراهيم كانت أمام مرمى مرهف قصاب. الإبعاد من عامر تركاوي، هنا علي غصن، مالك علي في منتصف الملعب، مالك اتجاه محمد خلف، تقدم بالكرة محمد، مرة من أنس شوال خلف على الكرة لا يزال، غير الجهة لمؤمن ناجي، مؤمن على مشارف منطقة الجزاء، تغطية دفاعية موجودة كانت من أنس شوى، ملعوبة العرضية كانت من مؤمن، والإبعاد من لاعبي فريق النواعير. رمي التماس شرطاوية، شرطة أفضل في الشوط الثاني، يحاول تسجيل هدف في التعادل، أكثر من فرصة خطيرة كانت، فرص أهداف محققة للشرطة ولكن ضاعت. كان تألق لمرهف قصاف في أحد اللقطات من أمام محمد لولو، رأسية خليل إبراهيم كذلك مرت بجانب مرمى مرهف قصاب. الآن التمريرة كانت من خليل إبراهيم، تحصل عليها مصطفى سفراني، أبعدها مصطفى سفراني، تعود لعامر دندشي، الكرة شرطاوية، محمد خلف تحصل على الكرة الخلف، تعود الدندشي باتجاه الهزاع في منتصف الملعب، محمد هزاع، مرسلة طولية لمحمد لولو، الإبعاد من حسن جزار باتجاه محمد لولو، لا تزال الكرة داخل أرضية الملعب، اللولو حاول المرور والإبعاد من لاعبي فريق النواعير، تخرج لرمي التماس نواعيرية. نواعيرية الكرة الآن مقطوعة من الهزاع، تعود للاعبي فريق النواعير، علي غصن صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة حتى الآن. أنس شوى يتقدم، أنس كابتن فريق النواعير، أنس والباص ولكن خاطئ، يتحصل عليه محمد هزاع باتجاه خليل إبراهيم، أداء ممتاز مع الشوط الثاني لخليل ولمالك علي كذلك. ثنائية الوسط في فريق الشرطة، مؤمن ناجي باتجاه حاتم النابلسي، مبعدة من لاعبي فريق النواعير، عامر دندشي والارتقاء بالرأس، هنا فهد الدالي، الارتقاء كان من سعد الله قطرميز، يطالبون بخطأ في اللقطة الماضية كان أنه بسبب تدخل عامر دندشي على سعد الله قطرميز. مالك علي مرسلة للولو، اللولو بالرأس، الإبعاد من حسن جزار، إبراهيم الطويل كذلك رأسية باتجاه محمد لولو، اللولو يحاول التقدم بالكرة، تخرج لرمي التماس شرطاوية متابعينا، هنا حاتم النابلسي، فاول او رمي التماس، فاول اذا لمصلحة فريق النواعير. الجزار على تنفيذ الكرة كان، مرسلة طولية وعند علي مريم حارس مرمى فريق الشرطة. 63 دقيقة متابعينا مرت من أحداث هذه المباراة. خليل إبراهيم بالرأس، الإبعاد من فهد الدالي، مالك علي كذلك والارتقاء، هنا خليل إبراهيم، خليل والباص لمؤمن ناجي، مؤمن ناجي ممتازة، فرصة جول، فرصة جول، فرصة جول، فرصة جول، لا 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 لا، سوء تصرف بالكرة كان من حاتم النابلسي في اللقطة الماضية، لا تزال خطيرة الكرة والإبعاد من مرهف قصاب. غريبة يا حاتم النابلسي اللقطة الماضية، غريبة، فرصة هدف يعني محقق كانت للشرطة، تأخر حاتم النابلسي بالتسديد ولم يسدد أساسا. مؤمن ناجي على الكرة، مؤمن، هنا حاتم النابلسي على مشارف المنطقة يتعثر، الحكم يأمر باستمرارية اللعب، خليل سدد من بعيد، خليل إبراهيم ممتازة، محمد خلف لا تزال خطيرة داخل منطقة الجزاء، يتفننون يتفننون بإضاعة الفرص لاعبو فريق الشرطة مع منذ بداية الشوط الثاني صراحة. خطيرة جدا كانت لمعن الحسن،
الآن مرهف قصاب السلامة لمرهف حارس مرمى فريق النواعير على أرضية الملعب. مرهف لن يتوقف اللعب للاطمئنان على سلامة مرهف قصاب حارس مرمى الأزرق النواعيري. الآن يبدو يوسف عرفة من جهة فريق الشرطة يستعد للدخول، طبعا حذيفة خلوف كان يستعد ولم يدخل حتى الآن. يوسف عرفة من جهة فريق الشرطة مهاجم يستعد للدخول لأرضية الملعب كذلك. صراحة يبدو هناك تبديل لحارس مرمى فريق النواعير، يعني عماد منجد كذلك يبدو يستعد للدخول. إذن طارق الصاري وعماد منجد كذلك يبدو على استعداد للدخول حارس مرمى. لا أعلم إذا كان مرهف سيكمل اللقاء أم لا. حتى الآن طارق الصاري وحذيفة خلوف يستعدان للدخول بالتأكيد. إذن خالد حاج يوسف يخرج من جهة فريق النواعير. خالد حاج يوسف يخرج إذن، وكذلك طريف الزبدي يخرج ويدخل حذيفة خلوف وطارق الصاري. إذن خروج خالد حاج يوسف طريف الزبدي، دخول حذيفة خلوف وطارق الصاري، هذه تبديلات فريق النواعير. ويوسف عرفة كذلك دخل من جهة فريق الشرطة. يبدو خروج لمحمد لولو من جهة فريق الشرطة. إذن خرج اللولو ودخل يوسف عرفة. الآن الكرة ملعوبة في منتصف الملعب، سعد الله قطرميز يضغط على الهزاع، الهزاع يعيد الكرة لعلي مريم، علي باتجاه الهزاع، هنا إبراهيم الطويل يتقدم بالكرة، إبراهيم مرسلة طولية ولكنها مقطوعة من فهد الدالي، فهد مرسلة طولية لعلي غصن، والتغطية الدفاعية موجودة من عامر دندشي، رمية توماس شرطاوية الآن. محمد خلف ملعوبة رمية التماس، هنا مؤمن ناجي يتقدم بالكرة، مؤمن لا يزال على الكرة، فاول لمصلحة فريق الشرطة، كان تدخل على مؤمن ناجي في اللقطة الماضية. مرسلة من عامر دندشي طولية، الابعاد من لاعبي فريق النواعير. سعد الله قطرميز في منتصف الملعب قدم بالكرة بشكل ممتاز، سعد الله هنا الكرة نواعيرية، حذيفة خلوف، حذيفة خلوف على الكرة لا يزال، او شادي الشيخ ابراهيم عفوا، شادي صاحب الرقم 17. هنا الان انس شوى على الكرة، انس كابتن الفريق. سعد الله قطرميز على مشارف المنطقة، موه سعد الله تعثر في اللقطة الماضية، الان مؤمن ناجي اتجاه ابراهيم الطويل، شرطاوية الكرة الان في منتصف الملعب، مؤمن ناجي باتجاه مالك علي، إبراهيم الطويل يتقدم، مرسلة من مالك علي، هنا مؤمن ناجي على الكرة، مؤمن كابتن فريق الشرطة غير جهة اللعب. يوسف عرف على الكرة الآن، هناك على الطرف الآخر يوسف يحاول معه في التغطية الدفاعية، حذيفة خلوف الآن، إبراهيم الطويل تعود كذلك ليوسف عرف، دخل بديل قبل دقائق قليلة يوسف، يوسف مرة توغل لداخل منطقة الجزاء، لعب العرضية الخلف، ترك الكرة الآن خلف على مشارف منطقة الجزاء، والإبعاد من لاعبي فريق النواعير
علي غصن يلحق بالكرة، علي غصن ممتازة لأنس شوة، طارق الصاري وخليل إبراهيم، صراع على الكرة بين خليل وطارق، الأبعاد ممتاز من أنس شوة، طبعا أنس شوة على أرضية الملعب يبدو يعاني من إصابة بالسلامة لأنس شوة كابتن فريق النواعير وأخراج الكرة من لاعبي فريق الشرطة لإطمئنان على سلامة أنس. 70 دقيقة متابعينا مرت من أحداث هذه المباراة ولا تزال النتيجة على ما هي منذ الشوط الأول، 1-0 لمصلحة فريق النواعير على فريق الشرطة. هدف علي غصن كان بمرمى علي مريمة، تعود الكرة من مصطفى سفراني لمحمد هزاع. طبعا الشرطة يعني منذ بداية مرحلة الإياب يعني آخر 5 مباريات تلقت شباكه 12 هدف، والآن مع هذا الهدف أصبح 13 هدف وسجل هدفين فقط. هذا فريق الشرطة منذ بداية مرحلة الإياب. من نواعير تلقى 9 أهداف منذ بداية مرحلة الإياب وسجل 4 مع هدف بمباراة اليوم، يكون قد سجل 4 أهداف، كان هدف على تشرين وهدفين على الفتوة واليوم هدف على فريق الشرطة. رمي التماس شرطاوية ملعوبة هنا محمد هزاع، الهزاع لعامر دندشي في وسط الملعب، يتقدم عامر اتجاه محمد خلف، خلف موه مر بشكل ممتاز من أنس شوة، لعب العرضية الخلف ولكن كانت ضعيفة. هنا عامر دندشي، الآن النواعير يتراجع للدفاع، يبدو أنه يرغب بالحفاظ على الهدف هذا فقط والخروج منتصرا من أمام الشرطة هنا في ملعب الفيحاء. الشرطة حتى الآن يضغط يحاول تسجيل التعادل، يتحصل على ركلة حرة فريق الشرطة لا من مكان خطير صراحة على مشارف منطقة الجزاء، يتحصل على ركلة حرة فريق الشرطة. الركلة الحرة الآن شرطاوية متابعينا، في الدقيقة 72 من عمر هذه المباراة، أكثر من لاعب على الاستعداد لتنفيذ الكرة، يوسف يتركها هنا مؤمن ناجي، مؤمن لاعب الكرة ولكن تصطد الحائط الدفاعي لفريق النواعير، تخرج لركلة ركنية لمصلحة فريق الشرطة. حاتم النابلسي على تنفيذ، حاتم لعبها سريعا لمؤمن ناجي، مؤمن تعود لحاتم، حاتم ليوسف عرفة، دخل بديل يوسف، هنا مؤمن ناجي، حاتم النابلسي الآن لا يزال على الكرة، حاتم صاحب هدف الشرطة على النواعير في مرحلة الذهاب. دم بالكرة ملعوبة العرضية والابعاد من مصطفى سفراني، دفاع النواعير صامت حتى الآن، حارس النواعير صامت حتى الآن أمام هجمات فريق الشرطة. صراحة تألق في فرصتين يعني مرهف قصاب، كانت فرصتين خطيرتين جدا لفريق الشرطة، أبعدها مرهف. الآن رمي التماس لمصلحة فريق النواعير متابعينا، ضيف خلوف على التنفيذ، خاطئة كانت، تعود لمالك علي من جهة فريق الشرطة، مالك باتجاه خليل إبراهيم في وسط الملعب يحاول التقدم، يخسر الكرة خليل، هنا طارق الصاري يرتكب فاول طارق على خليل إبراهيم، فاول إذن لمصلحة فريق الشرطة. من منتصف الملعب ملعوبة سريعة من مالك علي باتجاه يوسف عرفة، يخرج معه حذيفة خلوف للتغطية الدفاعية، يوسف مرسلة لمؤمن، الإبعاد من لاعبي فريق النواعير، سعد الله قط رميز يخسر الكرة، سعد الله كذلك، هنا مالك علي ممتاز زمالك في اللقطة الماضية، خرج من سعد الله الآن تهيئة للعب الكرة، لعبها طولية لمعن الحسن، معن على مشارف المنطقة معن، والإبعاد من لاعبي فريق النواعير، هنا خليل إبراهيم
وعلي غصن يتحصل على الكرة. علي غصن بشكل ممتاز صاحب الهدف مع بداية هذه المباراة. علي يتقدم سريعا وتعود الكرة لمصلحة لاعبي فريق الشرطة. شرطاوية الكرة الآن إبراهيم الطويل. تقدم بالكرة من يوسف عرفة. على الكرة لا يزال ممتاز، تقدم بالكرة يوسف. معه أكثر من لاعب، اختار التمرير لحاتم النابلسي. حاتم على مشارف المنطقة، لعبها أرضية لمؤمن ناجي وممتاز فهد الدالي في استخلاص الكرة في اللقطة الماضية. الكرة الآن شرطاوية إبراهيم الطويل. إبراهيم يلعب الكرة ليوسف عرفة. يلعب في الدقيقة 75 متابعينا من عمر هذه المباراة. هنا مالك علي على الكرة. مالك شاهد تراجع للاعبي فريق النواعير. شرطاوية الكرة الآن. مؤمن ناجي، مؤمن لعب العرضية والإبعاد من حذيفة خلوف. هنا فهد الدالي على الكرة. فهد مرسلة لعلي غصن، يحاول المرور ولكن لم يمر. هنا عامر دندشي كان ممتاز في إبعاد الكرة من أمام علي غصن. محمد خلف، مالك علي غير جهة اللعب، حاول تغيير جهة اللعب ولكن كانت خاطئة، مقطوعة من لاعبي فريق النواعير. الآن إبراهيم الطويل. شرطاوية الكرة لا تزال السيطرة مطلقة تقريبا يعني لفريق الشرطة مع بداية منذ بداية الشوط الثاني متابعينا. ومحمد غلاب من جهة فريق الشرطة يستعد للدخول، مهاجم طبعا محمد غلاب صاحب الرقم 11. مالك علي باتجاه مؤمن ناجي. على الكرة مؤمن، مرسلة طولية لابعاد من حذيفة خلوف. شرطاوية الكرة الآن، مالك علي مرسلة طولية ولكن يبدو أنه ستطول على الجميع. تغطية دفاعية موجودة من حسن جزار من أمام خليل إبراهيم. صهيب الشرعبي ومحمد غلاب إذن يستعد للدخول من جهة فريق الشرطة متابعينا. تبديلين هجوميين طبعا. في سعي لتسجيل التعادل طبعا، يعني تبديلين هجوميين. صهيب لاعب سريع طبعا ومهاري كذلك. الآن الكرة نواعيرية. محمد هزاع، سعد الله قطر ميز الابعاد من الهزاع، تخرج لرمي التماس. اذا خروج حاتم النابلسي ودخول لمحمد غلاب. وخروج لمالك علي ودخول لصهيب الشرعبي. اذا التبديل الأول كان مهاجم بمهاجم، حاتم النابلسي محمد غلاب. التبديل الثاني مالك علي لعب خط وسط بمهاجم اللي هو صهيب الشرعبي. كرة الآن شرطاوية محمد هزاع. على الكرة محمد، أخطأ التمرير في اللقطة الماضية. نواعيرية ملعوبة، علي غصن داخل منطقة الجزاء، أخطأ الكنترول في اللقطة الماضية. أنس شوى على مشارف المنطقة، أنس لعبها ولكن خاطئة كانت من أنس بين يدي علي مريم. مرسلة طولية من علي. هنا معنا الحسن بالراس الابعاد من حسن جزار. رمي التماس لمصلحة فريق الشرطة، الغلاب على التنفيذ، ملعوبة رمية التماس. مؤمن ناجي من أول لمسة باتجاه صهيب الشرعبي والابعاد من لاعبي فريق النواعير وركلة ركنية لمصلحة فريق الشرطة. الركنية الآن شرطاوية ملعوبة مرسلة لداخل المنطقة، الإبعاد بالرأس صهيب الشرعبي. صهيب على الكرة، اختار التمرير لمؤمن ناجي. مؤمن داخل المنطقة لاعب العرضية، مرسلة الإبعاد ممتازة من لاعبي فريق النواعير. صمود دفاعي ولا أروع حتى الآن من جهة فريق النواعير. التسديد من يوسف عرفة والإبعاد بالرأس من لاعبي فريق النواعير. ومرة أخرى ركلة ركنية لمصلحة فريق الشرطة، يضغط بشكل كبير جدا على فريق النواعير.
حتى الآن شباكو لم تتلقى أي هدف في هذه المباراة. ممتاز جدا دفاع النواعير اليوم، والحارس كذلك يا مرهف، أحد لاعبين النواعير طبعا مصاب على أرضية الملعب بعد التصدي للكرة، كان برأسه وتصدى لتسديدة يوسف عرفة. دخول المعالجين ودخول فريق الهلال الأحمر الموجود هنا في الملعب بالسلامة طبعا له ولكل اللاعبين في هذا اللقاء. إذا دخلنا الدقيقة 80، 10 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة. الآن ستكون ركلة ركنية لمصلحة فريق الشرطة متابعينا. اللاعب اللي كان مصاب يبدو مصطفى السفراني. الآن ركلة ركنية شرطاوية، الاستعداد للتنفيذ، مؤمن ناجي مؤمن على تنفيذ الركلة. ضيف خلوف طبعا يستعد للدخول، الآن سيعود لأرضية الملعب بعد تنفيذ الركلة الركنية. غالبا ملعوبة الركلة الركنية الشرطاوية والإبعاد من لاعبي فريق النواعير. التسديدة من يوسف عرف الخلف، يخسر الكرة مرهف قصاب، والتعادل التعادل التعادل الشرطاوي، التعادل عن طريق محمد هزاع. الهزاع يسجل هدف التعادل لمصلحة فريق الشرطة. قاتل الهدف قاتل بعد كل هذا الصمود من لاعبي فريق النواعير، يتلقى هدف التعادل فريق النواعير في هذه المباراة 1-1 عن طريق محمد هزاع. مدافع فريق الشرطة محمد هزاع يسجل التعادل ويصاب، طبعا مصاب الآن محمد هزاع. السلامة طبعا للهزاع كذلك. وحسن جزار كذلك مصاب من جهة فريق النواعير. مباراة بطولية صراحة من لاعبي الفريقين، يعني نشاهد فدائية عالية سواء من جهة لاعبي فريق النواعير أو حتى من جهة لاعبي فريق الشرطة. في اللقطة الماضية أصيب لاعبين الهزاع صاحب الهدف وكذلك مدافع فريق النواعير حسن جزار. بالسلامة لحسن، لهزاع، لكل اللاعبين، ويعود اللاعب للاستئناف. الآن الكرة عند محمد خلف، مرسلة طولية في وسط من وسط الملعب ليوسف عرفة للغلاب، يقطعها حذيفة خلوف، يخسرها حذيفة خلوف، خطيرة شرطاوية الكرة الآن، صهيب الشرعبي، صهيب يهيئها للغلاب، الغلاب لعب العرضية، الغلاب ولكن بعيد عن كل اللاعبين. عامر تركاوي باتجاه سعد الله قطرميز، سعد الله ولا الدندشي، يبعد الكرة عامر دندشي بشكل ممتاز من أمام سعد الله، تخرج لرمي التماس لمصلحة فريق النواعير. كرة نواعيرية الآن، سوء تفاهم، ماذا قرر الحكم؟ يبدو أنه رمي التماس إذا لمصلحة فريق الشرطة أو حتى فاول. دخول الهزاع الآن بعد ما كان مصاب. غريب قرار الحكم في اللقطة الماضية طبعا، ولكن رمي التماس لمصلحة فريق الشرطة. أيضا مؤمن ناجي باتجاه الهزاع. ابراهيم الطويل الان في منتصف الملعب للغلاب، الغلاب على الطرف ملعوبه العرضيه، معنى الحسن حاول في اللقطه الماضيه ولكن مرت من امامه وخرجت الكره. حتى الان فريق الشرطه اذا يحاول تسجيل هدف التقدم وتحصيل 3 نقاط وقلب الطاوله على فريق النواعير. رمية التماس النواعيرية الآن متابعينا. ملعوبة رمية التماس لمصلحة فريق النواعير. علي غصن يخسرها هنا خليل إبراهيم، يتحصل على الكرة خليل. ملعوبة الكرة شرطاوية لأبعاد من طارق الصاري. شرطاوية، تعود الكرة من يوسف عرفة لمحمد هزاع صاحب هدف التعادل.
خليل إبراهيم في وسط الملعب. خليل يتعثر يتحصل على فاول. إذا خليل عامر دندشي على التنفيذ من منتصف الملعب. الفاول الشرطاوي مرسلة طولية لداخل منطقة الجزاء وطالت على الجميع وتخرج لضربة مرمى لمصلحة فريق النواعير. 85 دقيقة مرت. إذن الآن النتيجة 1-1. 5 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الثاني ومن عمر هذه المباراة. النتيجة 1-1. التعادل الإيجابي إذن مسيطر على أجواء المباراة الآن بعدما كان النواعير تقدم منذ الدقيقة 5 ولكن تلقى هدف قبل دقائق قليلة. قبل حوالي 5 دقائق تلقى هدف التعادل فريق النواعير. خليل إبراهيم مرسلة ليوسف عرفة يتقدم بالكرة. يوسف معه أكثر من لاعب اختار التمرير للغلاب. الغلاب داخل منطقة الجزاء وعلى مشارف المنطقة لعب العرضية ولكن مبعدة من لاعبي فريق النواعير. هنا حسن جزار يخسر الكرة. حسن جزار ولكن يتحصل على فاول. فاول لمصلحة فريق النواعير. حسن جزار مرسلة طولية. هنا أنس شوى بالرأس. أنس شوى باتجاه علي غصن الإبعاد من لاعبي فريق الشرطة. خليل إبراهيم في وسط الملعب باتجاه مؤمن ناجي. هنا معن الحسن من أول لمسة ممتازة للغلاب والإبعاد من لاعبي فريق النواعير. طارق الصاري. فهد الدالي الآن في وسط الملعب. فهد يلعب الكرة لعلي غصن. علي غصن يحاول المرور معه في التغطية الدفاعية محمد هزاع في الرقابة اللصيقة طبعا على علي غصن. تعود الكرة لأنس الشوى كابتن فريق النواعير. هنا سعد الله قط رميز. سعد الله باتجاه طارق الصاري. دخل بديل طارق طبعا. تعود لطارق على مشارف منطقة الجزاء. ملعوبة لسعد الله قط رميز على الطرف يستعد معه في التغطية محمد خلف. ملعوبة العرضية الرأسية من علي غصن ممتازة ولكن مرت بجانب مرمى علي مريم. دقائق قليلة متابعينا متبقية على نهاية أحداث هذه المباراة على نهاية الوقت الأصلي. مرسلة طولية الإبعاد من لاعبي فريق النواعير من حسن جزار. شادي الشيخ إبراهيم يخسر الكرة. شادي الآن فاول لمصلحة فريق النواعير. متابعينا فهد الدالي يبدو على التنفيذ صاحب الرقم 8 في فريق النواعير. فهد تقدم أغلب لاعبي فريق النواعير إلى منطقة جزاء فريق الشرطة. فهد يستعد للتنفيذ مرسلة لداخل المنطقة بالرأس وعلي مريم يتألق في إبعاد الرأسية. أنس شوى تخرج لركلة ركنية لمصلحة فريق النواعير. ركلة ركنية لا لمصلحة فريق النواعير. استعداد للتنفيذ. ملعوبة الركلة الركنية مرسلة. هنا مصطفى سفراني رأسية علي غصن والإبعاد من الهزاع بشكل ممتاز. هنا يوسف عرفة مرسلة طولية ولكن بعيدة جدا تخرج لرمي التماس لمصلحة فريق النواعير. ملعوبة ولكن الحكم يأمر لاعب النواعير بلعب الكرة من مكان خروجه بلعب رمية التماس. حذيفة خلوف الآن على تنفيذ رمية التماس. دخل بديل كذلك حذيفة في الشوط الثاني. مرسلة لشادي الشيخ إبراهيم الأبعاد من خليل إبراهيم لاعب فريق الشرطة. سعد الله يحاول يخسر الكرة. سعد الله قط رميز مرسلة من خليل إبراهيم والأبعاد من مدافعي فريق النواعير. فهد الدالي موه فهد أرسلها لشادي الشيخ إبراهيم الأبعاد من الهزاع صاحب هدف التعادل لمصلحة فريق الشرطة. هنا مؤمن ناجي مرسلة طولية لمحمد غلاب. الغلاب تحصل على الكرة تقدم بالكرة. الغلاب معه معن الحسن ومعه صهيب الشرعبي. الغلاب لا يزال على الكرة لعبها بالكعب ليوسف عرفة. يوسف على الكرة باتجاه مؤمن ناجي. مؤمن لعامر دندشي
لمحمد هزاع في وسط الملعب. الشرطاوية الكرة لا تزال برايم الطويل، السيطرة يعني بالشوط الثاني كانت بالطول والعرض لمصلحة فريق الشرطة حتى سجل هدف التعادل، ولا يزال مسيطر على المباراة مؤمن ناجي لمعن الحسن، معن داخل منطقة الجزاء سدد معن، ولكن الإبعاد من مدافعي فريق النواعير. صهيب 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 الشرعبي، صهيب ملعوبة خطيرة، معن الحسن يتعثر داخل المنطقة والإبعاد من لاعبي فريق النواعير. ولا محمد خلف لا يزال داخل منطقة الجزاء، الإبعاد نواعيري. كرة الآن نواعيري، علي غصن، فرصة هجمة مرتدة خطيرة لمصلحة فريق النواعير. يتقدم علي غصن، يتقدم علي غصن، ممتاز ممتاز علي غصن داخل منطقة الجزاء نواعيري. كرة سعد الله قطرميز، الإبعاد من علي مريم خطيرة جدا كانت لمصلحة فريق النواعير في اللقطة الماضية. فاول الآن لمصلحة فريق الشرطة. الآن شرطاوية، يوسف عرفة يتقدم بالكرة، يوسف يبدو أنه هي الكرة كان للتسديد، توغل لداخل منطقة الجزاء يوسف عرفة، لا يزال معه أكثر من خيار للتمرير، الغلاب الغلاب لعب ليوسف، ولكن الإبعاد نواعيري. مقطوع الكرة من مؤمن ناجي، سدد من بعيد مؤمن ناجي، ولكن مرت فوق مرمى مرهف قصاب. محمد خلف في وسط الملعب تعود لعامر دندشي. ملعوبة الكرة الآن وتخرج ضربة مرمى. خطيرة الكرة الآن نواعيرية، التسديدة ولكن بين يدي علي مريم. في وسط الملعب الكرة، التقدم الآن شرطاوي، معن الحسن، الإبعاد من لاعبي فريق النواعير. هنا خليل إبراهيم، خليل مرسلة طولية ممتازة لصهيب الشرعبي، صهيب على مشارف المنطقة، تقدم صهيب بعيدة جدا، تخرج لضربة مرمى لمصلحة فريق النواعير. ضربة مرمى نواعيرية، مرسلة الكرة طولية. هنا علي غصن قدم بالكرة، علي يحاول المرور، التغطية الدفاعية موجودة من عامر دندشي، الإبعاد من عامر طولية. هنا الغلاب، خليل إبراهيم يخسر الكرة، خليل نواعيرية الكرة، فهد الدالي، شادي الشيخ إبراهيم، شادي والباص لعلي غصن على مشارف منطقة الجزاء، علي لعب العرضية لسعد الله قطرميز، والإبعاد من لاعبي فريق الشرطة. طارق الصاري، كرة الآن نواعيرية، سعد الله قطرميز مرسل العرضية، والإبعاد من محمد خلف. هنا خليل إبراهيم، خليل والتقدم بالكرة، خليل إبراهيم ممتاز في وسط الملعب، لعب الباص، خليل إبراهيم لا يزال. هنا مؤمن ناجي، مؤمن لصهيب الشرعبي، صهيب على مشارف المنطقة الآن على الطرف، لا يزال صهيب الشرعبي، ملعوبة العرضية مرسلة. هنا محمد غلاب، والإبعاد من أنس شوة، تخرج لركلة ركنية لمصلحة فريق الشرطة. مؤمن ناجي الآن متابعين على تنفيذ الركلة الركنية الشرطاوية. مؤمن لعب الكرة، مؤمن بالرأس، مرت بجانب المرمى خطيرة جدا كانت، ولكن مرت سلامات على مرمى مرهف قصاب.
ملعوبة من مصطفى سفراني طولية كانت. يتقدم شادي الشيخ إبراهيم من أمام إبراهيم الطويل يحاول المرور ولكن تحصل عليها إبراهيم بشكل ممتاز في وسط الملعب. يتقدم يتعثر إبراهيم الطويل خطيرة الآن نواعيرية والإبعاد كذلك لاعبي فريق الشرطة. مصطفى سفراني بالرأس أبعد الكرة إبراهيم الطويل تحصل عليها في وسط الملعب. إبراهيم ظهير فريق الشرطة ممتاز لعب الكرة ولكن الإبعاد أيضا من مصطفى سفراني هنا الإبعاد الشرطاوي. خليل إبراهيم في وسط الملعب يتقدم محمد خلف على الكرة الخلف باتجاه مؤمن ناجي. الابعاد من انس شوى ولكن يخسرها انس. مؤمن ناجي مرسله طوليه والابعاد كذلك من لاعبي فريق النواعير. والحكم وسام ربيع يطلق الصافره يعلن انتهاء احداث هذه المباراه على نتيجه التعادل الايجابي 1-1. تقدم النواعير بدايه عن طريق علي غصن وعاد للشرطه كذلك النتيجه عن طريق اللاعب محمد هزاع 1-1. اذا انتهت المباراه. هذه احصائيات اللقاء بشكل عام يعني خلال 90 دقيقة 4 تسديدات للنواعير 3 للشرطة. استحواذ كان نواعيري في أغلب الأوقات 55% 45% لفريق الشرطة. شكرا لكم متابعينا نلتقيكم في مواعيد أخرى بإذن الله تعالى.